مش محتاجة إن مطلوب منها علشان يجيب لي وصفات من دولة تاني. الأسعار نار، لحمة وخضار، وإزاي أنا أوفر في الأكل اللي عجباني. اطبخ يا هارب، كلف يا سيدي، أكلك اقتصادية على قد الإيد. اطبخ يا هارب، كلف يا سيدي، أكلك اقتصادية على قد الإيد. على قد الإيد، على قد الإيد، على قد الإيد، على قد الإيد. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا على قد الإيد، وأكلتنا اللي كلها إن شاء الله على قد إيدينا. النهاردة هنعمل كام وصفة لذيذ جدا ان شاء الله يعجبوكوا. احنا هنعمل صواني بطاطس، هعمل اربعة مختلفين، يعني عايز تعملي صواني بطاطس باي شكل منهم زي ما انت عايزة، فيهم شوية اختلاف بسيط كده عن اللي احنا بنعمله بطريقة سهلة. يعني احنا كلنا عارفين، احنا كلنا بنحب بطاطس والاولاد بيحبوها، واي تجيب نعمل ايه صينية بطاطس. هنعمل كام صينية النهاردة كده حلوين ان شاء الله باشكال مختلفة ومكونات مختلفة ان شاء الله تعجبكم. اول صينيه هنعملها بالكفته. ازاي؟ اقول لك، انا عندي عصير طماطم، لحمه مفرومه، بطاطس محمره بالشكل ده، حلقات حلقات كده ومحمره، تمام. عندي فلفل رومي، فلفل حامي، شويه توابل اللحمه، وخلاص على كده. نعمل ايه بقى؟ نقول بسم الله. انا بسوي شويه عيش بس كده عشان اقدمه جنب الصواني النهارده، يبقى ايه، لان هي بالعيش احلى طبعا. عايزه تاكليها بمكرونه، عايزه جنبها مكرونه، جنبها رز، اللي يريحك، تمام. طبعا عشان الطاسه بس كانت لسه بارده، فانت عارفين ده من اول طاسه دي بتبقى غريبه شويه. هناخد بقى هنا الصينيه اللي انا هشتغل فيها. بعمل فيها ايه بقى؟ شويه بصل كده، تمام، بسم الله، مع شوية زيت، وحاسبها بس يدوبك تدبل سنة صغيرة. انا كمان يعني مش طبعا مش هعمل لكم العيش ده النهاردة على فكرة، ده ايه، انا عامله لكم تقديم بس. بس انا بوريك انت ممكن تعملي العيش جنب الاكل، بتعملي عادي جدا، ما فيهاش اي حاجة صعبة خالص. وانا بعمل ده بعمل جنب العيش، ما فيهاش حاجة اسمها لسه هعجن ولسه هعمل، لا 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 خالص، بسيطة جدا. طيب نيجي هنا بقى للايه، انا حطيت البصل والزيت على ايه بقى، ايه حكايه الكفته اللي بالايه بالبطاطس دي؟ ازاي؟ بص، بحط لحمه مفرومه حته كده اهي بالشكل ده، عليها بصلايه مبشوره، شويه قرفه، شويه جنزبيل، شويه ملح وفلفل، العيش بتاعنا، تمام. واعمل لها، اجيب لها بيضه بس كده من عند طنط الفرخه دي بعد اذنك. احنا حاجتنا كلها طازه، ناخد البيضه من الفرخه على طول، تمام. وعلى فكره انا حاطه عيش في الفرن برضو عشان ايه، اقدمه لكم جنب الصواني، لان مش لازم يبقى رز ومكرونه على طول، لا انا ممكن اعمل عيش بيبقى جميل جدا يعني والله عمال العيش بيخليها الاكله غنيه اصلا. انا عايزه اوريكم العيش في الفرن، ممكن بسم الله اهو هنعملها في الصينيه. انا قلت اعمل حبه ايه، طاسه وحبه صينيه، شايفين شكله ايه جامد جدا. ده عيش عادي خالص خالص. اقول لكم برده مقاديره، انا عامله 3 كوبايات من الدقيق، عليها معلقتين من الزيت او معلقه كبيره من الزيت، معلقه صغيره كبيره مليانه من الخميره، ورشه ملح، وعجنت بالميه بس، ما حطيتلهاش حاجه تانية خالص. ادي كده انا عملت الكفته بالبيض كده. هاخد بقى واحده كده من اللحمه، وعليها واحده كده من الايه، بطاطسايه ولحمه وبطاطسايه بالشكل ده اهو، ماشي. عايزين هنحطها في حاجه تانية، ماشي مش مشكله. انا بس على ما ابدا ان انا اعمل ايه،
ادي البصل اهي وتوم مفروم. الطريقه دي تعجبكم قوي، هتطلع حته صينيه بطاطس رهيبه. والملح والفلفل وعصير الطماطم، وهخليها ايه تغلي تغلي بس مش هسبكها قوي، على ما احشي بقيه البطاطس اللي انا حمرتها بالطريقه دي. بطاطسايه وحته لحمه مفرومه وبطاطسايه. بصي بقى هتلاقي انت عندك ايه، هتلاقي صينيه البطاطس كلها باللحمه، كانك بقى عامله ايه، كانها كلها مليانه لحمه، وانا ما خدتش ربع كيلو، ما خدتش ايه ربع كيلو من اللحمه. طب لو سمحت انا هي شكلي كده مش هفضلك، بس انا اهي يعني عمل سنه صغنونه. تمام اهي، معلش استني ثواني كده اهو، لحمه وعليها البطاطسايه مسلوقه، ما مش مسلوقه، محمره، مش مسلوقه، محمره. ليه؟ ليه؟ علشان المحمر بيعمل لها كفر، لو عملتها مسلوقه هتتكسر مني بسهوله جدا. تمام اهي كده بدات الصلصه تغلي، هوريكي هرصهم ازاي عشان اخلي كمان اللحمه تستوي اهي. سريع السريع خلاص اهو، هوريكم بس هعملها ازاي اهي. بصوا ابدا ان انا احطها كده، مش هرصها بالطول ولكن جنب بعضها، وحدات وحدات، لما اجي اطلعها يعني احنا كنا الاول نعملها ايه طول كده جنب بعضه، لا اعمليها بالشكل ده اهي، اجي اطلعها طلعها واحده واحده، تطلع بالوحدات زي ما هي كده لا 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 لا، ده هتمسك نفسها مش هتسيبها، وراها دلوقتي لا قصدك هتسيح يعني خالص. تمام بس كده هكمل ده كله طبعا، وهحطه في الصينيه وهغطي عليه واسيبه على النار لغايه ما ايه يستوي، بياخد له حوالي قولي 20 دقيقه اهي بالشكل ده. خلاص طبعا احسن انك تعمليهم كلهم مره واحده وتنزليهم في الحله او مش الحله، صينيه طبعا لازم. وبعد كده اطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، دلوقتي حطيت صينيه البطاطس في الفرن بعد ما تغلي على النار شويه، دخلتها الفرن بقى ايه تشرب وتشمع براحتها، ما انعاش همها على النار. جيت تاني اعمل ايه صينيه تاني بطاطس شكلها ايه، انا غيرت طماطم بقى المره دي بالبصل بس، زي كام الحله كده تبقى كلها بصل، بصل كتير يعني كميه البصل بتبقى ايه يعني قدها او زياده سنه صغيره قوي بطاطس. ازاي؟ حلو قوي الكلام، هنجيب صينيه على النار ونحط لها ني في ني، لا مش ني في ني، ما ينفعش ني في ني، احط كميه البصل مقطعه مكعبات بالشكل ده، وعليها شويه الملح وعليها شويه فلفل اسود، ادبل البصل. تمام المكونات بسيطه جدا ولكن الصينيه غنيه قوي وطعمها هايل جدا، يعني زي ما بتقولوا كده ايه تجديد في صينيه البطاطس شويه، بس حلوه قوي قوي ان شاء الله تعجبكم. يعني بصوا الطريقه معايا واحده واحده كده، البصل على النار مع معلقه سمنه وشويه ملح وفلفل، اكتر منه شويه صغيرين بطاطس برده مكعبات، بسم الله. تمام احنا عارفين البطاطس دي من الحاجات اللي هي ايه الاساسيه في المطبخ وفي كل المطابخ، مش المصريه ولا العربيه بس، لا في كل المطابخ البطاطس دي حاجه يعني كده ايه زي الملح لا غنى عنها. نعملها مكعبات بالشكل ده. تمام
مش عايزاها تتهري، مش عايزاها تبقى ايه، لا انا عايزاها شكلها زي ما هو كده، ما تعملي فتافيت. مش هسلقها ولا حمرها، ولكن هوريكي ازاي واحده واحده نعملها بالبصل. وطبعا انا عايزه احط معاها لحم مفروم، ممكن على فكره قوي احط معاها، بس انا هعملها زي ما هي كده لذيذه جدا ان شاء الله. اهي كميه البطاطس يعتبر كده يعني قد البصل او اكتر شويه صغيرين، تمام. الصينيه دي بالعيش بقى يا جماعه خيال، يعني بالعيش طبعا. عايزه لو الاطفال يعني عشان مش بيعرفوا بياكلوا بالعيش، عايزه تعملي لهم رز اعملي، بس هي بالعيش خيال. بصوا كده ابدا احمر البصلايه شويه، احمر البصلايه ايه شويه، هوسع كده سنه سمنه، معلقه ثوم مفرومه كبيره في وسط البصل. الحاجات الصغيره اللي بقولك يعني بقول لكم عليها دي بتفرق قوي في الطعم. استنى على التومه، استنى احمرها بس كده في النص كده. خل اهي بحمر التومه، خليها تتحمر كده بيبقى زي الطشه. معلقة خل كبيرة كده اهي، وابدأ اقلب في البصل كله شوية، واخلي البصل تاخد لون شوية، اخلي البصل ايه ياخد لون شوية، عشان انا هنا البطاطس دي مش هحط عليها طماطم، مش هحط عليها صلصة، مش هحط عليها حاجة خالص، برضه مش عايزاه تبقى لونها بايخ كده اللون الابيض ده، لا هاخد اللون من البصل. فهستنى على البصل ياخد شويه لون كده يكرمل حبه، وبعدين احط له بقى ايه ايه بطاطس، لا احط له شويه ميه، احط له شويه ميه بس، استنى عليها شويه تمام. انا عندي حتى بس البطاطسيه في البتاع، اهي اين الفوطه، بسم الله. نعيش واخلي البطاطس جوه. البطاطس مستويه الحمراء دي متحمره، ولكن فيها لحمه نيه، فيها اللحمه نيه. ده العيش اللي انا عاملاه، تعرفين العيش ده عامل بايه؟ في قرع، في شويه قرع بقى ايه مسلوقين، بس انا بسلوك عليهم عشان ما مت... آه لازم اقول لك وصفه على بعضها بقى. اي والله فيها قرع. اي بص استنى اوريها لك، بس انا يعني مش عايزه اقول لك على طريقتها، يعني يعملوها عادي. بصوا شايف اللون بتاعها؟ لا 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 مش مسكر، القرع مش مسكر خالص، القرع ملوش طعم اصلا، يعني انا مش عامله اصلا في حلو، هو اصلا انت لو اكلته كده عمره ما هيكون مسكر ابدا. ادي كده ايه البصله اهي بدات تخش تاخد في لون اهي، هديها بقى ايه شويه ميه، شويه ميه، عايزه شويه ميه. ماشي انا بس كنت ايه واروح حاطه البطاطس عليها كده. لو عايزه صوص ازيد من ده حطي صوص ازيد كده، هتبقى معقوله جدا تمام. بس كده، وهغطيها واسيبها
لغايه ما تستوي. حابه ندخلها الفرن حبه زي ما قلت لك، عايزه صوص كمان حطي كمان ميه وسيبيها، ظبطي ملح وفلفل وكمون ومفيش اكتر من كده، عايزه مكعب مرق حطي مكعب مرق بس كده. اطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل ومعانا الصينيه الثالثه من البطاطس وهي بالسلق. حابه تعمليها حله ماشي، حابه تعمليها صينيه ماشي، هي شبيه ايه؟ شبيه قلقاس، بس بدل قلقاس بتبقى بطاطس حلوه جدا، بعملها على طول حله، بس قلت بمناسبه بقى ما هي صواني اخليها كلها صواني. فهنعمل صينيه بطاطس بالسلق، سهلة جدا جدا جدا، ما فرقتش، عايز تعمليها حلة اعمليها، عايز تعمليها صينية معانا اعمليها، اللي يريحك. دي عبارة عن ايه بقى؟ بطاطس، سلق، كزبرة خضراء، وتوم، وكزبرة ناشفة، وسمنة، بس كده. بنعملها ازاي؟ باخد البطاطس اهي، بسم الله، أنا جايبة صينية برضو زي ما قلت لكم، وهي الصينية دي شغالة اللي هي بالبصل، زي بصوا عايزه اقلبها بس تقليبه عشان انا خلاص ما قلبتهاش من ساعه ما حطيتها، بالبصل والثوم بس اهي. بص اللون بقى بتاع البصل بيبدا يرمي على الايه؟ على البطاطس. حابه تغمي عن كده البصل ممكن جدا. هناخد هنا البطاطس حلقات مكعبات اللي يريحك ماشي، انا هغيرها تقليدتها شويه واعملها حلقات تمام. بالكميه اللي انت عايزاها، حتى عشان تبقى ايه شكلها اختلف عن القلقاس، يعني القلقاس ان احنا دايما بيبقى القلقاس عندنا بنعمله مكعبات، فالبطاطس بنعملها زيه، فالاحسن نخليها مختلفه، يتعرف ان هي بطاطس مش قلقاس. وطبعا بالكميه اللي انت عايزاها. في ناس مش بيحبوا القلقاس، بيحبوا البطاطس قوي بالطريقه دي. كل الناس كل الناس قول لكل الناس القلقاس تحفه تحفه، ازاي ما بتحبش القلقاس يعني؟ بجد انت ما بتحبش القلقاس؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، لو تعرف القيمة الغذائية اللي في القلقاس جدا، طعمه حلو جدا. بصوا انا خدت السلق، نهار ابيض، انت بتحب ايه يا عم؟ بتحبش السلق؟ سلق حط في خلاط كده، وشوية كزبرة خضراء مع شوية مية، تمام، واروح ايه ضربهم في الخلاط، طبعا دي اسهل حاجه. شوف بس مصفى مصفى مصفى، فين يا اولاد؟ اولادي اعزائي، هروح عاملة ايه بقى؟ واخدة بقى العصير ده وهروح بسم الله مصفية على البطاطس. طب ايه لو انا حرمي بقى اللي احنا بنعمل، بص القلقاس بالظبط زي القلقاس بالظبط، لا هقول لك انا برميش حاجه، انت فاكرني حرميهم ولا ايه؟ ده هنا الخطه، هنا الخطه، هنا القاهره. اصفي حلو قوي كده اللي عندي ده بقى، السلق والايه والكزبره الخضراء. طبعا كل ما بصفي حلو
كل ما بتاخد تحميره بسيطه على النار عشان هحمرها دلوقتي مع التوم. يا سلام اهو الخط حلو قوي كده. نشف قوي. طبعا احنا عندنا الاسكر بيعملوه زمان بحاجه تانية خالص، ويفضلوا بقى ايه حروقه على النار ويدقوه بعد كده هو والثوم. يعني دي بقى ما كنتش بحبها بصراحه، يعني اه هي حلوه وكل حاجه، انا كنت بحبها كده. واخد بقى اللي صفيته ده على الطاسه ماشي، واخد بقى الصينيه دي كده البطاطس بالميه اللي فيها دي على النار، ولا على دي ولا على دي. هاخد هنا معلقه سمن او نص يعني زي ما انت عايزه، وابدا احمر اللي في الطاسه ده فيها. بسم الله بسم الله، عشان اللي عندي في الفرن خلاص استوت بقت 100 100، وصلت للايه للدرجه المطلوبه اهي. عايز تشوفها بقى؟ بطاطس وفاستيه اللحمه كانها كفتايه بالشكل ده، باينه ولا مش باينه؟ اهي لحمه باينه. تمام، دي كده صينيه البطاطس اللي بالكفته، وكمان عندي هنا الصينيه دي خلاص بتستوي اللي هي بالبصل، بس لسه عليها شويه. دي بتتاكل كده يعني، طشه التوم اللي عملتها لها فيها دي حكايه. وادي اللي بالسلق، هسيب بقى دول على النار كده بس ما سخنتش، تسخن وتستوي شويه، ودي تغلي. طبعا البطاطس غير القلقاس، القلقاس بسيبه مده على النار مع الشوربه يغلي لغايه ما يستوي قبل ما احط له الطشه، انما هنا لا، على ما دي تغلي كام غلوه واكون حمرت السلق مع الثوم والكزبره الناشفه، بس مش دلوقتي، لما يخشوا في الايه في السوا. بس كده اطلع فاصل واشوفكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي انا لسه بصوا كل ده بحمر في الخضره اللي هو السلق والكزبره، والبطاطس بتغلي مع الميه اللي انا كنت ايه ضربها في الخلاط مع السلق والكزبره، صفيتها حطيت الميه مع البطاطس بتغلي معاها، ولسه بحمر في الخضره. هحط امتى التوم؟ مش دلوقتي، شويه كده احس بس ان ايه الخضره دي مش في تحت ايديا، مش معجنه كده، مش طريه. طب نعمل صنف تاني على ما ايه الخضره تستوي زي ما هي عايزه. هنعمل صينيه بطاطس مبشوره. يعني ايه على فكره؟ يعني عشان معلومه صغنونه بس، ايدي مرسوعه كل شويه احطها في ميه، ده لازم ما احطش اي حاجه ديك تتلسع، ماسكه حاجه سخنه ولا اي حاجه، لازم ميه ميه كده جنبك، ولو فيها تلج هيبقى احسن، وعلى طول كل شويه تايه تبردي ايديكي، دي حاجه مهمه جدا. تمام، يعني معلومه على الماشي كده، ما احطش اي حاجه ولا دقيق ولا معجون سنان ولا كل الكلام ده كله كله كله، لا لازم ميه، ولو ميه بتلج هيبقى احسن علشان تبرد طبقات الجلد بتاعتنا دي. تمام، يلا الحمد لله. نيجي بقى هنا كده نبدا ايه، مسكت صينيه سخنه جدا جدا جدا. دي صينيه بس بالطماطم، لا مش حواليكي دلوقتي، صبرا هنبشرها. لازم فجأة لازم، هي هيصه ولا ايه؟ هي زي ما انت كده بس فيها بيض يعني، بس وما فيهاش لحمه، شيلوا اللحمه، من امتى بنجيب لحمه احنا؟ ها شيل لحمه على الشاشه، مش عندي، شيلوا اللحمه اللي على الشاشه. احنا يعني قضيته خلاص العيد، خلاص خلصت الموضوع، خلص.
بنبشر ايه حبايتين ثلاثه. طبعا انا ما بوصلش للاخر لان الناس طبعا توصلها عادي انتوا، بس عشان يعني ايه كفايه لسوعه، بس لسوعه تعويض كمان الحمد لله. مش هشطفها زي ما هي بالنشا بتاعها كده، زي ما هي بالنشا بتاعها تمام. انا عملت حوالي نص كيلو من البطاطس، هروح حاطه بقى ايه صينيه تسخن على النار، واحط ايه معلقه من السمنه، سمنه مع زيت، سمنه بس زيت بس زي ما انتم عايزين. بيتحمر خلاص اهو، هنزل عليه التومه. وحمرها معاها، حط تومه كمان، توم حلو قوي. واستنى عليها شويه، وهاجي هنا هاخد البطاطس المبشورة دي واروح ايه بسم الله الرحمن الرحيم. رصاها في الصينية زي القرص، تمام بس كده. هنا بقى اروح حاطه ايه التوم اللي اتحمر مع الباقي كده هنا، واخليها تستوي بقى بالايه بالطشه بتاعتها دي، وخلاص على كده. طيب نكمل مع بعض برضو، احنا لسه في الصينيه بتاعتنا دي، عايزه اغطيها بس بحاجه، مش راح اغطيها دلوقتي عشان هطشش بهدل الدنيا. عندي بقى بصل، عندي طماطم، عندي فلفل، عندي توم، وعندي كمان البيض. طنط الفرخه هتدينا كام بيضه من عندها بعد اذن سيادتك، تعالي لي. هاخد هنا طيب من المبشره، بسم الله الرحمن الرحيم، هبشر طماطميه او اتنين حسب ما انت عايزه. دي بقى الصينيه دي فطار وعشا حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. تمام. ايه كمان؟ فلفل رومي، فلفل رومي. كل ده بقى ازود قيمه غذائيه. عارفين العجه يا بنت، بنت عمها كده، مش هي هي بس بنت عمها. تمام، مش هكتر برضه. ايه بتاع دي يا حمد قوي ولا بقطع لحمه؟ كنت عملت فيها ايه؟ ماشي. هناخد بقى هنا كده، مش هنحكشها، مش هنحكش الصينيه. نعمل حفرة للبيض. عايز تعملي ايه؟ بيضة اتنين تلاتة اربعة خمسة، اللي انت عايزاه.
حسب عدد الايه، عدد افراد الاسره. حسب الفرخه بالظبط هتدينا ايه، كام بيضه. معلش يا طنط فرخه، معلش. بسم الله. ايه دي واحد. بسم الله. كفايه كده ولا احط تاني؟ عشان الفرخه ما تزعلش. وهسيبها شويه وبعدين ادخلها الفرن بقى، يا اما اغطي عليها لو انتوا عايزين شكل البيض زي ما هو كده، عايزين تربوه زي الاومليت وتحطوه على وشها ممكن جدا، عايزين تسيبوه اللي يريحكم. انا بس انا اللي يريحني ادخلها الفرن بصراحه يعني عشان الوقت. بسم الله. تمام. وهغطي بقى كمان، ايوه الحله دي اهي. بس هي كده فاضل لها حبه صغيرين جدا وتستوي. ودلوقتي بقى ايه، هطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل وكده خلصنا وصفات صواني البطاطس المختلفه اللي جددنا فيها شويه عشان ما تزهقوش من البطاطس، مع ان البطاطس على فكره كلها فيتامينات رهيبه جدا 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 جدا. عايز اقول لكم اللي ناس عندها حساسيه كتير جدا من اي حاجه يجوا عند يقولوا كله كله بطاطس. البطاطس لوحدها لما تاكلوها بتغني عن اي حاجه تانيه ما بتاكلوهاش، لان فيها مجموعه كبيره جدا من الفيتامينات. فناس كتير قوي عندها حساسيه من حاجات كتير قوي، كله بطاطس مسلوقه، كله بطاطس مسلوقه بس. فعملناها النهارده بالكفته، وعملناها كمان اللي هي عملنا فيها خلطه الكفته وحمرنا البطاطس وحطيناها في وسطيها وعملنا صلصه بالبصل والثوم وخليناها تغلي شويه وحطينا فيها الوحدات البطاطس اهي اللي بالكفته اهي. بصوا ولا باشت ولا حصلت لها اي حاجه والكفته مسكت اهي اهي. بصوا كده اهي كفتايه كفتايه يعني. تمام. وكملنا سوا فيها في الفرن كمان. خلاص عملنا ايه كمان؟ عملنا نوع حلو قوي من صينيه البصل اللي هي بالبصل بس. خدنا كميه من البصل حوالي نص كيلو مثلا او اكتر شويه، معاها البطاطس بتبقى قدها او اكتر شويه من البصل. بعد كده خدنا البصل على النار مع معلقه سمنه ومعلقه زيت شويه ملح وفلفل وخليناه يلون شويه يعني يديك شويه لون. بعد كده حطينا له ايه؟ الثوم حمرناه فيها وطشناه بمعلقه خل كبيره. وبعد كده حطيت لها ميه وسبتها تغلي فيها شويه، خليت البطاطس يبقى لها اللون يعني كده برده. لا انا ممكن اغمق كمان البصل فيدي البطاطس لون حلو كده، لون زي كباب الحله. تمام. وجحت البطاطس عليها وسبتها تستوي. عملنا كمان البطاطس اللي بالسلق اللي زي الايه، اللي زي القلقاس. جبنا سلق وكزبره ضربناهم في الخلاط، خدنا الميه بتاعتهم وحطيناها على البطاطس وسبتها تغلي تستوي فيها. وبعد كده خدنا التفل بتاع السلق ورحت حطها على النار يتحمر مع توم. بعد كده بعد ما حمرتها رحت طشها على الايه، على السلق. بس كده. عملنا كمان الصينيه اللي هي بالبيض والطماطم. بشرت بطاطس ورحت حاطه معلقه سمنه كبيره وحطيت فيها الايه، قرص من البطاطس المبشوره. حطيت عليها طماطم، طقشت عليها بيض ورحت حطاها جوه الفرن. سبتها لغايه البيض عايزاه نص سوا، عايزاه سوا كامل زي ما انت عايزه. بناكل جنبيها بالعيش او اي صينيه من دول، بالعيش او بالرز. طبعا لو البيض دي عايزه عيش يعني كده عامله زي العجه شبهها بالعجه. هنا بقى رز بالشعريه، رز ابيض، عيش، اللي انتوا عايزينه. بس كده وخلص حلقه النهارده، ويا رب تكون عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، والى اللقاء.